هذا قسم آخر من أقسام العزل. This is another word. The people who are affected by cholera. We need help now. We don't want to delay the help to Yemen. We need to start the Al-An, whatever it is, and start the Al-An. حالات في تزايد مستمر، يعني من استقبال كنا الافرج يستقبل في اليوم ما بين 10 الى 15 حاله، اصبحنا نستقبل 25 الى 35 حاله يوميا، والحالات للاسف الشديد تاخر بالبيوت لانها توصل من خارج صنعاء، من المحويث الان في ارحب الحالات، اصبحنا في امس كان اعلان ست في شبوه في الضالع، اصبحنا الان امس في اب 96 حاله، امس اعلن عنها رسميا في دمار كذلك، فاصبح التكدس كثير جدا. الان في استيعاب يعني في نفس الوقت ما نقدرش ترفض مريض، يعني المريض بيجينا في حاله هايبوفلوميك شوك لابد تتعامل معه. هم they are unable to deal with the increased number of people coming from different districts around Sana'a and the south, and this is an appeal. An urgent appeal. Come and help now. We need to stop this outbreak from becoming an epidemic. Yemen needs help at every district, at each level, from south to north, from east to west. We need the humanitarian support now. We need the humanitarian support now. Do not delay it. Delay will become a catastrophe and we will regret it. The absence of media and the absence of that of health. قبل أن يتحول هذا المرض إلى وباء ونندم عليه جميعا وتحاسبنا الإنسان. هذا شيء يعني يدمى له نقص الامكانيات الماليه للكادر التمريضي والاطباء، لكن ما زالوا على راس عملهم، وهذه رساله نوجهها لكل من يريد ان يساعد ان فعلا ينظر الى الكادر الطبي وللدكاتره والاطباء والممرضين، ونحن ان شاء الله سنكون جزء من هذا المساعده. شكرا دكتور.